اهلا بحضراتكم من جديد، وعلشان نتكلم على حدث مهم جدا كان زي النهارده وفي وقت الحرب تحديدا الساعه 2:30. معانا على التليفون دكتور عادل سعد، مؤرخ رياضي. اهلا بحضرتك ومنورني. مساء الفل عليك يا بابا، ومساء الفل على كل متابعينك. يعني وحشني جدا اولا، وكل حبيبي سنه وانت طيب وعيد نصر سعيد. وانت طيب، وكل مصرنا بخير، وكل شعب مصر بخير وصحه وسعاده، ودايما كده بنتذكر احتفالات 6 اكتوبر بكل صحيح الذكريات الحلوه، دايما بنفتكر شهدائنا وحرب 6 اكتوبر والجيش المصري العظيم اللي عبر خط القناه عشان يحققوا النصر اللي دايما بنحتفل بيه واحنا في الذكرى ال 49 صحيح سنه دي ان شاء الله. ويا رب كده دايما نحتفل بنصر 6 اكتوبر لانه واحد من الايقونات للاحتفالات في مصر باذن الله تعالى على طول العمر. يعني برضو في وقت الحرب بالظبط يوم 6 اكتوبر سنه 73 والساعه 2:30 كان في لقاء عباره عن يعني خدعه كده من اللي موجوده او من اللي حصل من الحرب الاستراتيجيه والخداع الاستراتيجي الكبير اللي عملته بلدنا. كان لقاء على استاد الترسانه بين غزل المحله وبين الطيران، فعايزك تحكي لنا القصه بالتفاصيل. طيب، يعني هو عامة كرة القدم في مصر نشاطها توقف بعد 67، عاد مرة أخرى 71 72، ولكن توقف النشاط مرة أخرى بعد الأحداث اللي حصلت في مباراة الأهلي والزمالك. ثم في موسم 72 73 توج نادي غزل المحلة بأول لقب في تاريخه في الدوري لأول وآخر مرة مع المدرب أحمد محمد حمادة بالهدف الشهير للكابتن عمر عبد الله، في منافسة كانت شديدة في الوقت ده ما بين غزل المحلة ونادي الزمالك للفوز باللقب، حتى جاء موسم 73 74 وبالتحديد الأسبوع الخامس اللي لعبت مباراة، المفروض كانت تلعب مبارياته على 3 أيام. اليوم الأول يوم 5 أكتوبر وده اتلعبت فيه كل المباريات ما عدا مباراتين، حتى جاء يوم 6 أكتوبر وكانت مباراة غزل المحلة ونادي الطيران على ملعب نادي الترسانه. وفي الوقت ده حتى الصحف المصريه كثفت من الاخبار عن الرياضه لوسيله لالهاء العدو ان احنا مكملين في نشاط رياضي، فبالتالي ما حدش يجي في باله خالص ان البلد داخله على حاله حرب. وبالتحديد حدثت الطلعه الجويه الاولى قبل انطلاق المباراه مباشره، وكان جمهور غزل المحله في الوقت ده بيساند على طول فريق غزل المحله ووراه في كل مكان، لان هم كانوا بطل الدوري في الوقت ده في موسم 72 73 الموسم اللي قبليه على طول. وغزل المحله كان حتى في الوقت ده قبل الاسبوع الخامس كان عندهم 6 نقاط، ونادي الطيران كمان كان عنده 6 نقاط. بدات المباراه وكان كابتن ابراهيم الجويني هو حكم المباراه، وتفاجأ من كل من في ارضيه الملعب ان الجمهور بتاع المحله المفروض اللي بيهتف في نادي غزل المحله اللي كان بطل الدوري واللي انت فاهمه بقى المفروض جايين يشجعوا فريقهم، ان الجمهور اغلبه بيهتف باسم الطيران واسم اللعيبه. استغربت فكرت ان ده بيشجعوا نادي الطيران، حتى ان كان في بعض الهتافات بالتكبير الله اكبر، ما حدش كان فاهم حاجه في الملعب خاصه نجوم غزل المحله اللي كانوا حاضرين في ارضيه الملعب زي الكابتن طارق السياجي، كابتن حنفي هليل، كابتن عمر عبد الله، كابتن محرز، الاسامي الكبيره دي كلها اللي كانت موجوده في غزل المحله اللي ساعدت نادي غزل المحله على التتويج في لقب الدوري مع الكابتن احمد محمد حماده واللي كان مساعده الكابتن عادل احمد. فتفاجئوا ما بين الشوطين ان الجمهور ما بيهتفش لنادي الطيران، الجمهور بيهتف للطيران المصري اللي عمل الضربه الجويه الاولى. فكان في ظهور في الملعب وسط فرحه من اللاعبين سواء غزل المحله او لاعبي طيران، والكابتن ابراهيم الجويني خد القرار وكمل المباراه حتى نهايتها. ولكن الشوط الثاني كانت مباراه شبه وديه لان من كل اذان اللعيبه اللي موجوده في الملعب مع الجماهير اللي بتحمل رضاوي ترانزستور علشان يسمعوا منهم ايه اللي بيحصل في المدرجات وايه التهليل اللي بيحصل، القوات بتاعتنا بتعمل ايه بعد البيان الاول للعبور. وبالتالي عدت المباراه بتعادل سلبي، وكان ثاني يوم على طول يوم 7 كان تعادل سلبي ولا كان 1-1؟ لا لا لا، المعلومه اللي موجوده على السوشيال ميديا منتشره ان هي تعادل 1-1، دي معلومه خاطئه. ماشي، كان تعادل سلبي. ماشي. حتى جاء ثاني يوم كان المفروض مباراه المصري البورسعيدي والاسماعيلي، وبالليل في نفس اليوم اتحاد الكره خد قرار يوم 6 اكتوبر بتاجيل البطوله ثم الغاء البطوله، لان مصر بعد كده عملت حدث عظيم جدا وهي تنظيم بطوله كاس الامم الافريقيه في نسختها التاسعه للمره الثانيه في مصر بعد ما كانت اول استضافه هنا في مصر سنه 59. يعني حدث مهم جدا، وقد ايه حب الجماهير لوطنهم كان اهم من اي حاجه، ونقدر نقول دي لاول مره تحصل ان جماهير تهتف لجيشها في قلب الاستاد في وقت الحرب. يعني اول مشجع
كان للجيش المصري كان من قلب ملعب الترسانة ومن درجات الترسانة من جماهير غزل المحلة وجماهير الطيران. اكيد يعني كان ساعتها اكيد طبعا فرحه عارمه من الجمهور بسماع الخبر بعبور الخط بارليف، وكمان يمكن حتى في الوقت ده كان في العديد والعديد من اللاعبين والرياضيين السابقين والحله كانوا ساعتها حتى بيشاركوا في النشاط الرياضي، شاركوا في الحرب على راسهم طبعا قائد الفرقه المدرعه ونائب رئيس نادي الزمالك سابقا اللواء عبد العزيز قابيل اللي اصبح بعد كده رئيس المنطقه الغربيه، ثم العضو المنتدب يعني كان موجود في واشنطن في عمل بعد كده بعد حرب انتهاء الحرب، كان في طبعا اللواء صبري سراج، كان في الكابتن حماده امام، كان في الكابتن محمود الجوهري، عبد العزيز بدران، الشهيد مبارك عبد المتجلي اللي كان لاعب في نادي الزمالك في الباسكت بول وفي نفس الوقت كان عضو في فريق الصاعقه المصريه، عبد ابو حسين كمان الشهيد اللي لعب قبل كده قبليها للنادي المصري البورسعيدي وكان جناح ايسر، عبد العزيز بدران قلنا، كابتن فكري صالح، اسامي كثيره جدا جدا حدث ولا حرج من اللي شاركهم في حرب اكتوبر من الرياضيين، واكيد طبعا اليوم ده كان يوم تاريخي لكل الجمهور اللي كان حاضر في ارضيه ملعب نادي الترسانه وهو بيشاهد مباراه غزل المحله والطيران اللي دخلت التاريخ لانها كانت في نفس توقيت قيامنا بالضربه الجويه الاولى وعبور خط القناه وتحطيم خط بارليف الاسطوره التي كان يحدث عنها العدو انه غير قابل للتحطيم ولا غير قابل للعبور. يعني دكتور عادل انا بشكرك جدا على المعلومات القيمه دي، وكمان كان قبل اليوم ده بيوم طلع قرار، حضرتك برضو تصحح لي، طلع قرار ان لازم كل الجرائد تتكلم اكتر عن الرياضه ويبقى في مساحات رياضيه اكتر، وده ايضا كان من الخداع الاستراتيجي في الرياضه بس عن طريق الصحف، هل ده صحيح؟ يمكن تحدثت وسط كلامي ان فعلا كان في تكثيف كبير جدا من الجرائد في الوقت ده عن تكرار الاخبار الرياضيه وافراد مساحات اكبر في الصحف خطه لالهاء العدو، ان لا اكيد طبعا البلد مش داخله في حاله حرب لو النشاط الرياضي مستمر والنشاط الرياضي شغال وفي مباريات بتقام، ويمكن دي كانت حاجه من الخداع الاستراتيجي اللي قامت بيه قواتنا المسلحه من اجل الهاء العدو، والحمد لله رب العالمين كان لنا النصر في يوم 6 اكتوبر المجيد اللي عمر الشعب المصري ابدا ما ينساه ولكل اللي بالنجاح وقت في الوقت ده. شكرا لحضرتك جدا دكتور عادل، ودايما بنستعين بحضرتك في كل الاحداث الرياضيه، طبعا دكتور عادل مؤرخنا الرياضي، شكرا لحضرتك جدا على المعلومات القيمه.